مرحبا بكم. تناول خليط الليمون وزيت الزيتون على الريق، فهذا ما يفعله بجسمك. النتيجة ستفاجئك. ولكن قبل أن نبدأ، نريد أن نجمع 100 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بإعجاب لهذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت الليمون وزيت الزيتون، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. زيت الزيتون والليمون من الأشياء التي لا يمكن لأي منزل أن يخلو منهما، لمن يقدمانه من فوائد عظيمة بالإضافة إلى استخداماتهم الصحية والجمالية المتعددة. فزيت الزيتون هو نوع من أنواع الزيوت النباتية، ويتم استخلاصه عن طريق عصر ثمار الزيتون، وهو غني بالمركبات المفيدة والفيتامينات، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية. وكذلك الأمر بالنسبة للليمون، فهو أكثر أنواع الفاكهة حموضة، وهو غني أيضا بالعديد من الفيتامينات والمركبات الهامة للجسم. وعند مزج كل من زيت الزيتون مع الليمون، فإن ذلك سيقدم للجسم العديد من الفوائد التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. أولاً، فوائد زيت الزيتون. يتم استخراج زيت الزيتون من عصر ثمار شجرة الزيتون، وهي شجرة دائمة الخضرة وتعطي محصولها في فصل الصيف. ولا تحتاج شجرة الزيتون إلى الكثير من الشروط لتنمو، فهي منتشرة جدا في مناطق البحر الأبيض المتوسط ذات المناخ المعتدل. ويتم استخدام زيت الزيتون مباشرة أو من خلال إضافته إلى السلطات، كما يمكن إدخاله في عمليات الطهو، فهو أفضل من الزيوت الأخرى. ومن فوائد زيت الزيتون، يقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم، ويقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويعتبر وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، فهو يزيد من فترة الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كميات أكبر من الطعام. كما يعمل على حرق السيلوليت، ويعالج حروق الشمس، ويمد الجسم بالطاقة لغناه بالسعرات الحرارية. ثانياً، فوائد الليمون. يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالي يخلصها من التجاعيد. يعالج حب الشباب والبثور والعديد من مشاكل البشرة المختلفة. يقلل من نسبة الدهون في البشرة الدهنية، ويقي من تساقط الشعر. فوائد زيت الزيتون والليمون. عند خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، فإنه ينتج خليط سري ذي فوائد عديدة، منها يعمل على تفتيت الحصى الموجودة في المرارة، يلين المعدة، ويعالج مشكلة الإمساك، يخلص الشعر من قشرة الرأس، بحيث تعمل الأحماض الموجودة في الليمون على التخلص من القشرة، بينما يعمل زيت الزيتون على ترطيب فروة الرأس، ويحفز ويسرع عملية الهضم، مما يزيد من قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية من الأطعمة، ويجعل البشرة أكثر نعومة، كما يكسبها نضارة وحيوية لا مثيل لها. كما يعمل على ترطيبها وتغذيتها، ويفتح البشرة ويبيض الأماكن الداكنة الموجودة فيها، ويلعب دوراً كبيراً في مكافحة التجاعيد والتخلص منها، كما يقلل من ظهور علامات التقدم بالسن المختلفة. يحل مشكلة حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، ويرطب الشعر ويقويه، ويكسبه لمعاناً وبريقاً. والآن سنقدم لكم طريقة تحضير خليط الليمون وزيت الزيتون. المكونات: ملعقة من زيت الزيتون البارد، ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من العسل الأبيض النقي، ملعقة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام: خلط جميع المكونات معا، تناول الخليط الناتج على الريق في الصباح لمدة 7 أيام، وستحصل على جميع الفوائد الصحية المذكورة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو، شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسوا أن تضعوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. واتركوا لنا تعليقاتكم، وأخبرونا برأيكم عن هذا الفيديو في التعليقات. نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية، جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية. إلى اللقاء.